420 و 360 780 780 980 1060. السي عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حكي لنا سيدي على بحال إذا غادي تعاود. واخا سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عندي 64 سنة في هذه المدينة صفرو. مدينة مزيانة ديال حف الملوك. والموضوع علاش كنهضروا دابا هو ديال كنسكن في ناس عدلون، كنت كنسكن في المقاز، دابا كنسكن في ناس عدلون. والموضوع علاش غادي نهضروا دابا على تحجمت، كنت كنحسن عند واحد السيد في 75 في 70 تقريبا، كنحسن عنده تحت المارشي، كانوا ذاك ديال باب مربع المارشي القديم، وكانوا الناس الطرافه تما الحجامه تما بلا حوانت، كيكونوا جالسين غير شليه و ومرايه قدامك. وكان السيد شعبي معنا، وكنا مطيشه 180 ريال. كان السيد شعبي معنا وكنحسنوا عنده الثمن رخيص، وكانت الحسنه ذاك الساعه الموضه ديالنا كيحسن لنا الجناب وكيخلي لنا شي شويه من الفوق، بحال هذه الوقيته هذه ديال دابا اللي كيديروا هاد الشباب. وكانت الحسنه عنده وكانوا عاود اللي كيحسنوا في ضرب المتر، عاود الناس الشخصيات ولا الناس اللي عندهم الفلوس وداك الشيء كيمشيو لهاد البلاصه ديال ضرب المتر. احنا كنا احياء شعبيه كنمشيو لهذا السيد الاكثر يقصو سميتو قصو ما تشوف هذا. وكانوا كيقولوا كيدير بانه كيدير ذاك الزلافه فوق الراس يطبع عليها. السلام ورحمه الله. 300 درهم. لكن لا يمكن، انا ما عمري شفتو دار ذاك المساله، كان كيحسن عادي غير شنو، كان كيخلي شي شويه ديال الشعر فوق الراس، وكنا كنمشيو لعندو. هذا هو. الثمنه ديالو كانت الثمنه رخيصه، كانوا كيديونا والدينا 4 دريال 6 دريال 2 دريال 8 دريال 10 دريال، اللي عطيتيه كيقنع ويشدو يديرو في المجر. كان كيصور من غير تحيط، كان كيدير الحجامه كيشرط لعباد الله من هنايا بالشفره، كيخرج الدم، حضرت عليه شفتو، وكيقطر داك الشيء في الكاس حتى كيجمع داك المهم داك القياس ديالو داك الشيء، وكيلوحو كينوض يغسلو داك الشيء كيعطيه شي بركه بحال هكذا. هذه هي الحجامه ديال ذاك الوقت. اما الحجامه ديال دابا راه كايديرها تطورات، وفي الطب كاين، لان هادشي من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحجامه. بالنسبه الختانه ديال الولد ديالي تختن بواحد الطريقه عاديه تقليديه شعبيه في الدار، جبنا المعلم حتى للدار. شكون هو المعلم؟ المعلم حدو. معروف عند الناس ديال صفرو بانه كلهم راه داروا هذا حجموا عنده، و كاينه هو اللي كان عندنا معروف هنا في المدينه ديال صفرو. وطهر الدراري بزاف هنا، والرجال طهرهم بزاف هنايا في مدينه صفرو، راه حتى اللي عمره كبير راه تطهر هنايا. كيفاش دازت ذاك العمليه ديال دخل هو وواحد اسمح لي لالا واحد خالو، ما قدرتش انا ندخل معاه، دخل معاه وداروا له ذاك اللعبه ديال الورطه للطار، وهز راسو كاينه وتمت القضيه مزيانه، دازت الامور بسلام، ما تضر ما والو، دازت شي ثلاث ايام ولا اربع ايام بدا كيلعب مع الدراري الصغار. دابا عندك الله يخليك. في المدينه القديمه نيت؟ في المدينه القديمه كيجي لعندنا، كنجيبوه ما كنمشيوش لعندو، هو كيجي لعندنا غير تكون هذه الحفله ديال الطهاره وداك الشيء، كيجي لعندنا للدار، وكيكون واحد البيت مخصص لهذا الشيء هذا، واحد ليزار ابيض، وكيقوموا بالعمليه ديال الطهاره. كيفاش دازت الظروف ديال ذاك الطهاره؟ ايوا مزيانه، احنا تقلقنا شي شويه، ولكن من بعد تفاجات بحال شي حاجه ما كاينش. الحلاقه دابا حاليا عندنا ديال حدادين، ديما شعبي. الثمن العود الثمن، اي الثمن شويه على جهتين، شويه من الثمن وشويه من ذوك الناس القدامين اللي بغيناهم نبقاو معاهم كما في الاول. هذا هو.